بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا بجمعية الدعوة إلى الكتاب والسنة بمراكش أن نقدم لكم محاضرة بعنوان منزلة التقوى. منزلة التقوى. للأستاذ مصطفى الهلالي. مصطفى الهلالي. حفظه الله تعالى. أنا بدنا نسفي نكون يتقوا الله. تقوا الله. تقوا الله. مي قال التقوى مي قال الحقيقة نس مي قال ذكر الآية القرآن أرسكن غالي قسينا يحتقك الحج اللي ربي أتسكر قاك الحج اللي حرم ربي أن قسيتي وفي الزين تجمع لكن سمعنا وأطعنا ربنا ربي إخسي تعمال إخسي العمل إخسي يخدم الجندور تلاسة استويرقي سني قال حق توقاتي المانيكا أسي السنين قال حقي ليسي قاع متقلي لعز وجل زمان لا نمد الحمد لله لحل التقوى لا نمد لحل الوراء لا نمد لورا الحرام يخسر كي الدرس انتاش كنت منتج تعرف ايات ما دي استماع طلب ربي تبارك وتعالى كل ان شاء الله الزغر اهل التقوى اهل الايمان اهل الاسلام. فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رنساول احتنا ربي سبحانه وتعالى حلم جلسد في المنزلة اللي سيخصى أتي ليح كل ما يمزن غرس صدر ربي تبارك وتعالى. نساول يدلي حدوريس ليزرين ولله الحمد في المنزلة الشكر، نساول في المنزلة من الخوف، نساول في المنزلة التوبة. غصد يحتنا ربي سبحانه وتعالى يا مرسيس رنساول في المنزلة التقوى، بمعنى كل ما يفتن يمزغ رصدر ربي تبارك وتعالى أن يخسق قسلي تغوسيات يخسق قسلي الصفيات لاتقان للتقوى ربي تبارك وتعالى. أشكم يدن كل دن أمزنا غرس باش نمقان ربي تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن هن كل يحربي نمز غرس أنفتو الدنيا تقغر غرس تقغر القنطرت تقغر الجسر لقيس نزري باش إنما قال ربي تبارك وتعالى أغرس اللي حنفتو ربي تبارك وتعالى يرد حسك الامتحانات يري يزر ما يقال مؤمن ما يقال منافق، يري يسن ما يصدقن ما يسكدوبن، يري يزر ما يصبرن ما وري صبرن. غرس اللي نمصدر ربي تبارك وتعالى لان تقيس يا العدد الامتحانات يا العدد الشبهات يا العدد الشهوات اسكي تصدرت انت تتيح الشهوات تتيح الشبهات اللي حرم ربي تبارك وتعالى تكملت غرس انك تفتوت ولا راني تضعيفت تد وقيونك درت نحن المصائب اللي حرم ربي سبحانه وتعالى صدقت ورت لك من ضر ربي تبارك وتعالى تفتوت والعياذ بالله الحزب الشيطان. إذا نرى نساو الغصة في المنزلة التقوى تقوى ربي تبارك وتعالى تقايا التفوت اللي كتعاون باش انت لك من ضر ربي تبارك وتعالى تنقيت تتنح الشرك
تتيت نحل معاصي، تفيت اتساع الربا، تفيت اتساع الغيبة، تفيت اتساع النميمة، تفيت اتساع عقوق الوالدين، دارك يتفوت إلى قيك النون ربي تبارك وتعالى أرتفتت تمستغرس باش أنت لك إن شاء الله ما قد ربي تبارك وتعالى تستهلت غاكودا الرضانس، تستهلت الجنس، تستهلت الرحمة ربي تبارك وتعالى. مش كاد يورقز دار سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إن اسمه قن التقوى، نسرح شرحت ما يقال التقوى، ما يقال معنى التقوى رب دنس في نكون تقوى الله تقوى الله تقوى الله، ما يقال التقوى ما يقال الحقيقة نس، ما يقال المعنى نس. إني سيس الجوتم ذكرى وغراس إلي نقسيس النان دي فرقان دي قضيان إني سيه نيس من ناوتوال أدفتح كرى وغراس أنت فحي سنان أفحني فرقان أفحني زران إني اسمه زاد سكرت اللي حنتو في المسايدة نحو غراس ما تسالت ما تسكرت إنا يسمى أرترقاسح إفرقانان دي سنانان إما رسن تنانفح إما رتو الريح. إنا يساتيه مشكلة قن التقوى أشكل ما عاصيد الذنوب قن زون دي سنان دي فرقان الريبة إيقا يو سنان باري مقرن، الزينة إيقا يو سنان باري مقرن، شرب الخمر الشراب المخدرات القارو الحشيش هني إيقا يو قضي باري مقرن. أتنين تتكيحو غرس درب تبارك وتعالى تريتها تمستغرس تريتها تستقم تريتها تلتزمت أراك تشكن تلومر السوق قدامك هالشهوات هاد مارك هاد الشطيح هالرديح هاد الشيرك هالتقمارت هالكذوب هالسارقة ما رتسكرت يحدرك إلا لي ماني قوان هالتنقاس دي الخيران تفلت لتنكيحو فلا ربي سبحانه وتعالى لكن حيات المرتبة ورتوكتي وتكيحت غوسي وينان يعني لنحيز الدار تابع عند غالمي دلول طفل العقل ولا رستند فتقلب تتسكرت الحيلة أنت تتح الحرام تريد كي تقضي تلك الحج زيرن كتفتر شوى أتقلب أنت تتح الحرام أتقلب تسكر الحيلة باش أدور تقعد غالي حرم ربي تبارك وتعالى ولا ذاك تريد كل حاجه انا كيخصك تسكت رشوه ولا حتى ديت ديحت مونت لا بدي خصك تسكدوبت ولا لا بدي خصك تسوت الشراب ولا كذا حد ديحت كاورت راك انك تتحكي حغان في حس التسع انهنش كدير ربي كان التقوى تقوى انت تيت غالي حرم ربي تبارك وتعالى في التسع الكذوب في التسع الغيبه ادرت بيت الرحيم منك ادرت تعدد فوض جرنك ادرت تسبوت الدين ادرت تجمع تخشن ادرت تقعد تحس السحر انت تيت كله غالي حرم ربي في التسع دات سكرت كله غاليس كيوم ربي اتزلط هرت تزمت ارتع الشرط ارت حجت طلعت حي الدرك طلعت حتى مغارتنك طلعت حتى روانك تحبو تمازيرتنك تحبو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نشكد اي كانت التقوى غنى في ديوان الشاعر كالابيات الناقصنت خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى انك في تسع الذنوب الكبائر ولا الصغائر هن هنش كان اي كانت التقوى واصنع كماش فوق ارض الشوكي يحذر ما يرى سكرتو دي حتى تتحكروا غراسي لي نقيسي سنان اتنفتيغي تنفتيغي تنفتيغي اردنت لك مثل قدام ربي تبارك وتعالى تقيت على خير اشكو غراس الجند يقول سنان ربي سبحانه وتعالى حفت الجنة بالمكاره غراس الجند يشقى قيس العبقات قيسي زران قيسي سنان يخسات عوش يخسات غليت يخسات قويزت يعني تصبر تمارت باش تسكرت تنكرت الزطة زريت حلوق تمارت عشرة الفلوس انك تمارت تصبرت باش دورتي انت جمعتي وخشن تعاملت المعاملة المعقول يحتفيت لك الميكرين تسكرت سيس هان كله هنش كدير ربي اي كان زغل علامات التقوى ربي تبارك وتعالى. سيدنا علي بن ابي طالب حتى انت سقسنت كلام مدن انا سمي كان التقوى سيدنا علي بن ابي طالب قال يوسن عميس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقني ترقى زيليس فاطمة رضي الله عنها انا سمي كان التقوى ان يسن التقوى هاني ربي قيس قسط غوسوين والنحل انت هاني قال المتقين الى عز وجل هاني غني التقربي والنحل انت قسط غوسوين انا سمعت انت قال ان يسن الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الناس ولي التقن ربي هل وصف النص لوصف النص غير كذا تقنت تلي زوار انت غوصة اللي زوار ولي التقن ربي تبارك وتعالى أرتي تكسود يكسود العذاب من ربي تبارك وتعالى يكسود أفلاسي غضب ربي أشكو يحفلك يغضب ربي ما رسك يفرح يحكي سدو الله ربي تبارك وتعالى ما راكيش عزو يحكي عد بربي تبارك وتعالى ما راك يرحم
يعني ولي اتقن ربي تبارك وتعالى هانت غوسا لكل زور اريد تكسود حربي تبارك وتعالى وكان هانو اللي يكسود نغي اتي اريد تهنو حسقيا يحو كانت كسود ربي غيد تفتي ساعي الحرام تفتي ساعي الربا تفتي ساعي المخدرات تفتي ساعي الزينة الفساد تفتي ساعي غير اللي حرم ربي تسالت شغلك هاني حنت بيتلك قدامنا ربي تفرحت ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أنت لك مثل قدامنا ربي تبارك وتعالى أرت فرحت تهنت تليت حرحمت تليت حرحت وردتك صوت غين أشكو ما سينا ربي تبارك وتعالى حي الحديث لي قن قدوسي أراك التيني هني سمقينو يحييك صوت حدونيت ريليح لي خرت حلامان وانا يكسود نغي هني حداري وشكالي لحلامان لمن ربحت ليت ربي كيف اللمان ورد كسوط لحق الصيرات ولاح الميزان ولاح عرسة القيامة ولاح القبر إن نحن تبيت ربي سبحانه وتعالى فيك لمن أرتلي تحسكنون ربي تبارك وتعالى أرتقول لكم من الحساب تكشمت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هن الجنة يوجد ربي يقرب التيد يسيت التيد المتقين إذا يخصيح يخصيح يخصك تغوص لزوان الخوف من الجليل أتكسوط ربي تبارك وتعالى أن ربي تبارك وتعالى إيقى قوي أن ربي تبارك وتعالى إيقى شديد العقاب أن ربي تبارك وتعالى يسفوغ سيدنا آدم حل الجند يسكر يطلع معصية يسكر إن يسطى الشجرة تقسر تشتيشكيس يسفوغ تحل الجند أن كي ورتفلت ما ورتسالت أن ورتفلت ما الدورة لهيت ورتفلت ما ورتشيت ورتفلت ما تخربقت أن ربي تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل أن يسكيف الخطر يسكيف الوقت وإني هني حدور تريد صغار سنس أن لك يشتيت ربي هاك اللي سيشتي الظلمة فرعون دهامان دقارون دغيد لينا غير دنيت دمرد سوليشك ان كل ما وليك صدنا ربي تبارك وتعالى ان احنا بيد حلق برنس اريد تكسود يلا خوف اللي جور يكسود احنا بيد حق عرسات القيامة حرضي دوري لسا وري الشاين غد الجوع اللي حتفوك تلي حلحمة اللي حز الزحام اللي حتو الجوت اللي حلهيف اريد تبيد داد اريد تندم يندم اللي بهري يكود اذا نخسب هذا ما يكسود ربي غي باش يحن تبي تغينا تتحلمان ولمن خاف مقام ربه جنتان هن ولي يقصد المقام نس قدامنا ربي تبارك وتعالى رسي تجد ربي الجند اللي بارا يسعى اللي بارا يستوى اللي بارا يقدا تغوصة السنات العمل بالتنزيل يخصتك صد ربي تبارك وتعالى دي خصت سكرت غير اللي ساكنة أشكر ربي تبارك وتعالى يسقز القرآن الكريم الصف دار قسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إملايح ما يحلان إملايح ما يحرمن إملايح العلامة المؤمنين العلامة المشركين الأمارات المنافقين إخصي إحنا كنا نادي ربي أنسكر غلي صحنا ربي تبارك وتعالى أشكو ماشي إن ربي تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أنا بعد ما دوريت لها أدوري غفل أدوري تبعد دوني تضيع لخرت أدوري الزنز لخرت لي داوما في الدنيا لي فتون هن الدنيا تريد زالت لكم 60 تلكم 70 تلكم 80 عام تلكم 50 عام تلكم 40 عام ها انت لو طبق الله دورنا كيزم قرن اذا ني وداك يخصها العمل بالتنزيل تسكت غليسي ربي تبارك وتعالى كليستن كان الصحابه رضي الله عنهم ادو كانت تذكر الايه القران ارسكن غلي قيسيلا يحتقاك الحاج اللي ربي ارتسكرن تقاك الحاج اللي حرم ربي ان قستيتي ورسو تزيد انت جمعت التنين سمعنا واطعنا سيدنا ابن عمر إنك يكتين قتنح أدو كان يقزي القرآن أريد تحفظ مرة وتلايات مرة وتلايات تحفظ أريد أن تقول له يحفظ إبيد أريد يسكر غالي قسنت الله إيه قسنت الله الصدقة أريد تصدق قسنت تظلت أريد تظل قس بر الوالدين أي قمر دي الوالدين يطلعي الدرس المهمة أدو كان يحفظه مش كان مرة وتلايات يسكر غالي قسنت الله يحيقى غالي حب ربار تسكر يحيقى غالي حرم ربي أن قسي تيتي عادت دي زيد مرة وتيضني سمون نقل العلم العمل نكون غير انتفاد مثلا يقرأ القرآن وأقيموا الصلاة ونريد زلة أرقح القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وإن أتي قبل كان الربا طموبيل سكريدي الدواء سكريدي الفيرما سكريدي البيكوب سكريدي تروى سكريدي القوة الانتيريس القوة الفوائي القوة المشاكل القوة الشيكات إن يكون السحمة يغن أتضنا حاجة يوهورسون في حقا سكرنيكرا وتوتي طيط يوتيو دار يوتيوم الزوغ أتي الربا فلك يفوغن هتتحرب ضربي هاتي السويسيسكية الفردي تريد تمغ ضربي تبارك وتعالى هنورت هنات
هاتي واخا سديت الطوموبيل، واخا تبنيت الفيلا حتى ما زرت، واخا دارك الفيرمات، واخا دارك خدامن، واخا دارك الفلوس، ها ربك يتحارب وانا يتحارب البورصه اللي ربح يخسن تيتح الحرام. انا كان نقرا انا كنا نحل القران ولا يغتب بعضكم بعضا، وانا لو كنت سوال حيت ما تقابلتو كان العيوب الناس تبعتنا، كان اذا نخسح العمل ستنزيل انو نتح القران، اني نحل القران يخسن نسكن انزغ الصالحين المتابعين انك هنورت لكرا الايه القران لور سكرح الناس النار بسكر حبلات الايه غمان القران كله يتابعات الناس النار بسكر تتسكر الناس النار بتبارك وتعالى تنقيس نقيس تيتي انك يا تلايا اي سي غمان وليوفا ما تتعاون باش تسكر الناس ما استيقان الناس نلقاو الله عز وجل وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم رب راح يسعلان يحنس دوقر تفكرني المحل نس انك سير اللي ما كنت ساعه تريد ولا سير كي حنسك سولح ولا تريد يا وراك ولا وراك كيجاوب تريد ادور خلوت الباب انك غاد نكي ونف نس دوقر حيط نورزون زرما يسي غمان تسكر السنه ديال سولي غمان تسكر اما تظلتي الظل يحج يعشر الفلوس نس يطلع حي الدرس افتساع الربا افتساع الغيبه افتساع النميمه يسكر كله غلي حب ربي تبارك وتعالى إذن يخسح العمال هاتي كل ما درت أرتيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كل نقي مسلم وين أتي ورحت سسوى إلا تبارك الله ما يتزلن إلا ما يتزومن إلا ما يتحجون إلا ما يتصدقن إلا ما يتذكرن ربي إلا ما يسيني الدرس إلا ما يسيني يتماس إلا ما يسيني قيقيل إلا ما يسيني تمغرت لي قال الله رمالا إلا أنت مكي يقاون أحل قهوي يقابل الكارتا يقابل تقمارت يقابل الكذوب يقابل الغيبة يقابل النميمة أريد الصح ولي تخدمن أرو كان يتصنطح حولي تزلن دولي مزنا غرسنا ربي تبارك وتعالى. واش كان ذكر ميد ندار سيدنا نافع نافع عاد نتا يجي يسمق عبد الله بن عمر انا اسمي يسكر عبد الله بن عمر حتى مي ميسال حتى مي ارسقسان ميسال عبد الله بن عمر حتى مي علاش اشكو برا ارض زران ارض زران حتى مزقد ميت زلا ارض زران السوق ما نكا سيتعامل دميد ارض زران يحقاور حيمو السوت ند الافراح المناسبات نتني رانا السن ما يسكر حتى مي باش تنتنادس كنزود نتا أتشبه نسى الله بن عمر شو قال يقز الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسن أشكم ما يسن الرجس في الحقيقة نس أي تجمي نس تيجي ما حد يتبين لدم قرأك تمغرت إنك تروانك يحتقنت الباب غالي سالات هذه كانت تجيت إما برتي قدرت زلت قدامي دونات زومت ولا تذكرت ربي ولا تصدقت وين تيجي منك الرجس سكرت غالين تحبيت غالين تريت قرأك ربي تبارك وتعالى الناس ما يسكر سيدنا عبد الله بن عمر تجمي إن يسنا ودي أقرأ القرآن أريد توضع يكون تظلت هذا كان يزل الظهر يسير المصحف ليقرأ أريد يود العصر توضع يزل العصر يسير داخل المصحف ليقرأ أريد يود المغرب يسير المصحف غير نسالة لأن غير كريني قلتون أوي الزراء يخدم ولا يتظل ولا يتنفق في تلوانس ولا يسال البيع الشراء هاني ربي السيادي قد تاجر دار سلاموال دار سي خدام يفلتنا الزنزان رساني قاول تحت قمي يتفرغ العبادة ربي تبارك وتعالى يستخدم سميد يستخدم سميد يسروج الفلوس يقاول انت يقرأ يتعبد ربي تبارك وتعالى كي يورت لكم دغي كان ورت لكم تهنش كان على ربي غاري حتى خدمتي ود المد تسرستي ربي الشغل نفسو تزلت حتى تخدمت حلفي الماء ولا تكسيت البهايم ولا تقابلتو لي ولا تحل قهوه ولا حتى تجاره ولا تسوق كان الحاج كان الكاميون ولا كان الطوموبيل الوقت قلت لك بربي الوقت نزليت يخسر بيت تركي حتى الزلط هان الله اكبر هان ربي يقول غينا اللي تسالات اذا يخسح العمل بالتنزيل وان يحب ان ربي يخسر العمل خسر العمل يخسر يخدم الجندور ثلاث ستويرقي ثلاث العمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل هن والنيرجان الرحمة ربي والنيرجان المقدر ربي والنيرجان الجن ربي هن يخسته يخدم يخسته الدياوي العمل إذن والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل زغل علامة التقوى واللي قلنا متقن ربي تبارك وتعالى هرتي انتفاتي قنعة إقنع أسغل أسفة ربي تبارك وتعالى لوقت نتسقسات ماني كتقال لوقت ماني كتقال بيع عشرة ماني كتقال صحة لكن الحمد لله الحمد ربي نشكر السورة حيخ السوالو هان غير لي حفر ربي تبارك وتعالى وتكون سهلة هان ننساليت هاتي غير الخير دي قال رحمة ربي تبارك وتعالى إقنع أسغل أسقسم ربي إقنع أسم غير لي أسقسم ربي ولا سوري تلقى أن نسح الحرام يقنع ستروانس يقنع ستجارنس تفتي الحمد لله يقنع سغاليس قسم ربي تبارك وتعالى أردتني النبي صلى الله عليه وسلم حل حديث لدي والإمام مسلم من رواية أبي هريرة قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى هنربح حلا وليكش مثل الإسلام أشكو وليكش مثل الإسلام والحمد لله بدأ يفوض الشرك يفوض الضلال يفوض عبادة القبور السحر الشعوذة
يفوت حنا مشاكل الجاهليه تاع عباد الزران تاع عباد الاشجار تاع عباد الملائكه تاع عباد الجن تاع عباد الانبياء يفوت الحمد لله حي وقد اللي باغي يمقل هنرب حياتك شمت الاسلام زيد ورزق كفافا نفيك ربي تبارك وتعالى يترمت اللحله اللي كيقدان دارك الكفاف تسترت قايونك طفت ربي سكنانك طفت لمدخولك طفت روانك تعيش مستور هنرب حيا شكون اللي مسكين ما داروا الا والو قلت لك ما قيس الوقت يعني ازرو ودارس الريال وريوفه ما ديت تا اللي مريض ودا الصحت تبعنت الديون تبعنت الكريديات تبعنت المشاكل ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه قنعت ربي غيدرس الا انت فات بالمرزم تاعنا تنسح الوقت يصور ينام ويصور الزنزايس غادمي يدني في الخاطر يقول معقوله الزنزايس التجاره اللي يحب ربي الوقت نزلت يقني ربي المحال يفطر ديزال يريد المهم يقنعها باش انت فات غلب يرزم يترزم انت المحال السبعه نزيك صباح يقور قيصه ل 12 شنضيد من السبعه ل 12 يريد فوق يريد يتحرك يريد يتزلى يريد يتذكر يريد يتسبح يقبل غير 50 40 42 33 25 يحم يتمدد غير ناريتيني على السلوك تاعو لا اله الا الله يتمدد ورتيسن وري تزال على الجمعة للجماعة وري حجة وري عشرة الفلوس النس وري كالحج وري كالعمرة وري درس صلاة الرحيم وري قابلت الونس وري قابلت مغارة النس غل مجرى يقابل انت غل مجرى يتلى ريتقد هذي متي في الغاية نشنت الونس يفتو انت سأسل عادة بن ربي وبئس المصير إذا الإنسان يخصي في الوقت يدونيت في الوقت اللي خرت يسمو القرات سنت ما سينا ربي حل القرآن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك زر ربي تبارك وتعالى إنك ما أغض الأمور اللي خرت هما الأولين دا دور تتلحق أنك حدونيت دا دور قلت لمفسيد حق جواك دور تفسد حق جواك مد لي حب الإحسان لي حب أنت غوصان ربي تبارك وتعالى إذا الإنسان أخصك قسل الصفايا دي القناعة هل القناعة تقايا لك نزباري قود أنت فتغلب المول عدو بالله فيصر ربي تمغرت زيد هالنعمة فيصر ربي تروى هالنعمة فيصر ربي تزغ درسي قمي هالنعمة فيصر ربي تبارك وتعالى درس الموتور ولا الطوموبيل ولا ما يتسدو هالنعمة فيصر ربي تبارك وتعالى المال هالنعمة فيصر ربي الصحة هالنعمة يحتسق سات فلان ماني كانت قلت له إني كاسدي لوقتك يا ربي السلامة طلع لك ريزو السنة تزير لوقت ورعا لوقت تفلس تفول أي السفوس أي التوف أي التبزاق وحكي ما كي أكو ودي لبس ما سودريت هن ميدنا حزام النبي صلى الله عليه وسلم ميدنا كل حب أن ربي سمع قول هن اللي حموت مصعب بن عمير ولو فانت ما ستكفن يحباني دار نسي بين دود منس يحباني دود منسي بين دود تالك فن نورتوفان تزيف ما ستحبو نورتوفان أبو هريرة كتيني حبي داد زلالي الطار من غات الجوع راكتني يسقس لل يسقس للهويش يسقس للجنون تاتي غير الجوع عتين غير الهويش لنحوب علو النس حل مصر النس حلان هاري الطار راك عز زوين ما يشتا كي الحمد لله تشيت الديزير تشيت تيفيا تشيت البقري تشيت الغلمي تشيت وين ميدن سي دار سولتو فتات بزاف هاني خصك كوكوري يخصك توب ديال ربي تبارك وتعالى تقنعات صغلاك يقسم ربي تبارك هل القناعات قايه لك نزلي بها ليك قوت بعد ما يحمد ربي يشكر راسك هاند دوين ترات زري ما قيسي وين الملوك ما قيسي وين الرؤساء ما قيسي وين العلماء كون ديني ما قيس الاعمال نزل في عين صغالي سالات راه ديك تاوي اذا والقناعه بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل يا العدد ميدن غيلا إنك أنت سكرت للموت هاتي اللي وسرت فتوت في حالك بس إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هاني قدر غسد هاني تفرج حد رسد ورد سول صبحت هاتي الدنيا ترد دومي تايان هان العمر يحد الأجل يحد يخصها تستاء ما توجد باش أنت ما قدر ربي تبارك وتعالى هاتي أنت ما قرد الملك سبحانه وتعالى أنت ما قرد ربي ركز قصة ماذا ما حاولت زريت الشباب انك ما نحت زريت العمر انك ما نحت تيويت الفلوس انك اذا ما حتنين تقيد اذا ما تسالت حغالي متسفليت حتي ركز قصة ربي تبارك وتعالى في حك تروى في حك العقل في حك السفد حك النرقص قص حك الاولين وتتقرات ما تسالت ما دات لهيد يخصت اتماغت باش انت ما قرد ربي تبارك وتعالى مش كان فاتني الحسن البصري رحمه الله فضح الموت الدنيا ولم يترك لذنوب بين فيها فرح عن الموت يفضح الدنيا ورسول جاء ما حق حتى الصلاه ما حق نحت في الله اذا التقوى لك اللي سنا علي بن ابي طالب قص قصت غوسي وين هاتك صوت حرب تبارك وتعالى اتسكرت غير ساكنه
أتقنعات غالي سيك قسم ربي تبارك وتعالى دنيت كنت على بان أتوجد تقينك هاتي زنوان صباح إن شاء الله ولا غسدني ترى تفتت أنت ما قد ربي تبارك وتعالى ما توجد مثلا أنت ما قد ربي تبارك وتعالى أردتني الله عز وجل القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أتي في السخرة ولا ديك تويت الفلوس تويت ديك الحوايج تحرضي ما ديك تويت لا أعمال هو السقود حل خير السجود حلا أعمال اللي يحب ربي تبارك وتعالى باش إحنا ما قد ربي أديك تويت كالحج اللي كصفر راح كالحج اللي يركني فعله قدامنا ربي تبارك وتعالى. سيدنا عبد الله بن مسعود التنتا سقسنتنا نسمي قنت التقوى إغرق الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أنا اسمي قن حق تقاتيه مانيكا أسي السنين قن حق غير سيقا متقي لله عز وجل مانيكا ستسيح كيس تقى ربي ولو هو أشكم يدن قن غير سنة تغوسي مني إلا ما يتقن ربي إلا ما تولي يتقن ورت لك الله بلس قرات سن غير إما تكت متقي لله تو مستغرسن ربي إما تم استغرسن الشيطان سنة سي غرسني إلا ولا نكراد غير إما تم استغرسن ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إما تمزد تغرسين الشياطين تبعت الهوى تبعت الشهوات. إن يزن تقوى ربي تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر يحتري تتسنتي استقط ربي تبارك وتعالى يخصى أطيع تلوامير نس غيرك يغريوك ولا تمغرت منك ولا خدام منك يحسني سكل حاجة تغصى ورد تسكر سكل حاجة تصباح ورد تسكر سكل حاجة تزري صباح ورد تسكر هان رطب بشتود من نس ولا راه قيس الزوت ولا راه ديس نكارات ولا راه تنيت غواد ولي صور يصلح حتى كورتوت ورا تزيد ديس كي راه تنيت غواد هانو لي صور يصلح هذا كل يقران ربي تبارك وتعالى 60 عام يا ذاك التيني وفلان افتساع الغيبه النميمه تقميت تسمونتي منك والحاج هاتي تحجيت واحد كنسو تسكدوبت تقميت افتساع الكذوب وفلانا لس الحجاب النم لس الزيف النم تفتسع عمرك تفتسع الى اغاني تفتسع وحواش تفتسع يرغزني تنستسع استرى قيون مستر العرض النم والو 40 عام 50 عام 30 عام وافلان نكرات الزلط عاتيك هي الدرسة والح هلو كانت صنطي الدروس وين تظلي دورت لا هلو كانت صنطي الحديث وين تظلي دورت لا اذا ما يخسحوا كني غينا يحنك صود ربي انسكار غيلي سنة سأنطيع ربي تبارك وتعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هن طعن ربي تبارك وتعالى قال الفرد هن الملك ورستني مدنه يحكي إن الملك بيد بيد قور قور زل زل زوم زوم مش كنت هاتيكي وين ستقيت هاتي اسمك أن ربي تقيت وين ستدي اسمك هاتي اسمك أن ربي تبارك وتعالى نقا إذا نخصى أنطيع ربي تبارك وتعالى دني تيح المعصية نس أشكو المعصية أتي ماشي ربي الدرات أتا قيونك الدرات أتي المعصية قيس الضرر أو قيونك أتجبت فوق قيونك لا أترت الزرتي العذاب من ربي تبارك وتعالى ساعة 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 حجة إنما تورس الزرت يعني كتبت له قدام ربي تبارك وتعالى الزرت غالي سيكي تقل العذاب يحتى مستغرس المعصية هنا ردوخ تردوب تحرب لصنك إيمين أتكسمت جهنم والعياذ بالله. إذا المعصية ربي تبارك وتعالى تقص سبب الغواية وعصى آدم ربه فغوى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هل نقول الله يعصينا ربي تبارك وتعالى يقع الضلال يقع احنا مشاكل ما يصدرنا يبيدو قدام ربي سينوه والريحة تسكع على سيدني ما يصدرنا هاتي العدد ميدنا رتني التنين ونرسن إذا العالم أن تقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى ديما ربي تبارك وتعالى الا ديك سقل بنك ديما تذكرت ربي سقل بنك لكن سي ربي صغر اوصاف للمتقين ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون مد لي اتقن ربي تبارك وتعالى يحسن يوقع كان نزغ الشيطان كان الغفله يحسهان يحس كنكرا ردي تذكر ربي سقل بنس نورينت ترين هاتين استغفر الله توبني ربي تبارك وتعالى ورنا مزغرس لكن سي ربي تبارك وتعالى القران الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ما تنيقان ما تقال الله وصف نزل الذين ينفقون في السراء والضراء هل متقين أنا بديت نفق أنت دائما نرسك الخير دائما نريد تصدق دائما نتكرم مد
يحضر سلان ويحضر سلان، مهم على مصدر تسكر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة يضرن بنادم كي غلط يسكر الحاج تخشن أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي تبيد بن يبيد بن دوق إن ماذا واقع غير السلاح تغرس الظلم صحن نور فولكي أنا غير يسكر حولي فولكي أعوذ بالله مش طرشين يا ربي تسمحت يا ربي تسمحت هن غلطح يعترف يذكر ربي سلق البنس يذكر سلسنس يريد صغرسنا ربي تبارك وتعالى هن ونيتون ربي تبارك وتعالى تيتو يحتوت ربي تبارك وتعالى تنتركيج ولا سقيك يوي ها دائما الإنسان خصو يتذكر ربي تبارك وتعالى تتعظم وأن يشكر فلا يكفر أتشكرت النعم ربي تبارك وتعالى غير كليس نحت درس لنسكر حمن زيلة الشكر أتعترفت بأن ربي انت كيفان دغاليا كيف ربي تبارك وتعالى أتني تستخدمت حغرس ربي المثال لا بس ذلك تبارك الله الفلوس لن يجاد الخير أي سقوط ربي هذا كيزيد ربي الخير أذورتي جاتي غاية نكتي ديوين كيسن كيفهم كيشاطر إلا ما شاطرنا وقرن كور درس ولو صح إلا هاتي تهان ربي تبارك وتعالى أي سخرنا مشكل ها المرتبة اللي زوارنا المرتبة السنات أدور طامز تفلوسان أرسي سنت تلعب تيرسي ولا أرسي سنت سات الشراب ولا أرسي سنت تويت الروايس دي حواش تروب للتمازير تروب للتدوار ولا تفتو تسيسنس كالحاج اللي حرب بالرباد المشاكل وهو ها طامز تير بالفلوسان طامز سيسن غراسن ربي تحجو تسيسن تبنو تسيسن تمزقيد تزريت غراس تشكمتي فوت السمازير تهلط حقيقيل تهلط حقيونك تهلط حتروانك تسكرت الميد انك الحاج اللي حلال منفعة هو هالشكر ربي كده تيقال ماشي كيف ربي الفلوس تسالت سيسن كي ما يخشن إذن أن يطاع فلا يعصى أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه تنتسق سنة ناس من يكي أري يسكر من الدم بشي لكم يات الدرجة اللي بهريم قرن حتى قوى بشي لكم يات المنزلة للأشكو التقوى تقى درجة ورتسس وميد نحت تقوى إلا ما بهري تقن ربي إلا ما يفتوني ميك إلا ما لنحي زدار إلا من كي تغين نضل بربي تبارك وتعالى أي قوي لمنح أشكو لمن أريد زيد أريد نقص ومش كان في ربي تبارك وتعالى القرآن وسيجنبها الأتقى جهنم العذاب رنقي ستي واللي باريت تقن ربي تبارك وتعالى إن يسن هني سمك وراي لكم الدرجة المرتبة التغوصة اللي كل يوم قرن حتى قوى أركي حيت تقى ربي تبارك وتعالى حميم الزين أغلي سيتقى حميم قرن غير كليس أنت تتحزينة دريبة أرتفتي ساحتي الشبهات حتى اللغو تجمعت لقدرت نتصا لقدرت نجمعت اخوان كثرت اللغو كثرت ايغيو كثرت الفراغ كثرت يدز كثرت الماكله حتى الشبهات نقيس نتيتيت لا يبلغ العبد تمام التقوى حتى يتقي الله في مثقال ذره كل حاجه راح تبان كل نقيس كل والو وليت للتقوى نقيس تيتي فاستساع وذوك يقولون تحت القهوه اللي غرس باش هذو اللي سال يحك شمس القهوه يحك شمس بلاصه تيسترن يسو ما ريسوش ما ريشوفو باش انت يقول حو غرس يقبل ما يزري ما يدور يزري شكون انا تابعت المشاكل يضني وات انت فتيس لك الحج كحل الشبهات انا قسيت تيتي حتى يتقي الله في مثقال ذره وحتى يدع ما لا باس به مخافه الوقوع فيما به باس اي تجرب بعض الامور كل حول لا والو باش غير تفلس عليك شم الباب نشطر الباب اللي فيته يعني يكون على بال اشكو ابليس انت رزمه صغار الشطرج مرض يضر هذاك هو رزمه الباب كيف ما حكينك شم انفلك التجمح وزنت قمينك أي كان فتني سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه هن ميدنا دي سمي صنر بالمتقين أشكو التقان كرا الأمور اللي ارتقان ميدني يضني تفات غير الإنسان كنت ما شارك التنية حرم ولدو كيف تنتسكر البصيح للشبهات الاختلاط ولي حكش من السوق يقول رقيس من الصنهار أهليك الشمياسي غالي لوين خضور تري أشكو يح طولت السوق رات طولت جماعة رات طولت سمو قلت غالي وريح الله ربي راتين تغالي أمي لا بدأت وقعت حل مشاكل النهار كله يح السوق السوق ما قيس إلا إلا قيس الشيطان قيس الريبا قيس الغش حل ميزان قيس ما يمخارن قيس ما يسالان قيس ما ولي سالان أهليك الشم نادم يوي المساء ينسيقضو أريفتو يروح في حالت هونش كتنتيقى زغ درجات التقوى اللي يحب ربي تبارك وتعالى ونشكد أفنساول في المراتب التقوى حل القرآن الكريم ربي تبارك وتعالى يمرح التقوى لن تبعد الآيات يفاقس انت ربي الأمر التقوى يكون لما يقنب نادم كل مد تشكد حكرت حكرت لبليس حل القرآن الكريم سورة النساء القزيت ان ربي تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
سورة الحج أرجزت إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة لقمان أرجزت إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذن غير التقوى يمرسس ربي تبارك وتعالى كل ما يقال بنادم كل ما يقال مخلوق الناس ما يقال مسلم ما يقال يهودي ما يقال مشرك ما يقال رومي ما يقال كل شيء. المعنى التقوى غيد يقال التوحيد يا أيها الناس اتقوا ربكم المعنى يا أيها الناس وحدوا ربكم فاتسع الشرك فاتسع القبور فاتسع المقرن فاتسع السحر إحات قالت ربي تقالت ربي تبارك وتعالى مش تقالت مسجد وحقتي مسجد ولا تقالت صغرهم وحق النعمت اللي نشرك ولا وحقتي سند ولا وحق القبلت ولا وحق فلان ولا وحق سيدي فلان وحق سيدي وقاق وحق سيدي بيبي. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هاتي ماشي كتنان ماشي الهلال ليس ونغيلا هاتي وغادي قال حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم هنو أني قال سكرنت غوصة بلا ربي تبارك وتعالى هن يقع الشرك. أشكو تقال لي تقال عبادة العبادة تقال إن ربي وحدد إذا نيت كل الشرك يحد دعوت دعوت ربي تبارك وتعالى يحتمرت تسوت الدواء تدعوت ربك شافي ذلك الغارة كانت غوصة تريد ما كنت تخدون سكر السبب تدعو تربي ماشا تفتو الدرك يعني يموت يشات وكال سيدي فلان في تروى ورتنك يوفنت من زادن هاتي يموت ورسول السفليد وما أنت بمسمعين من في القبور. إذا التقوى غير لمعنى التوحيد أي وحد الإنسان ربي تبارك وتعالى التعبات تربي التدعو تربي الترجو تربي تكسو تحربي توكلت في ربي اي حاجه تسكرتي لي سيسود من ربي ماشي باش كزرنا ميد انت قعد تحشرك حريه عرفت زلط باش كزرنا ميد عرفت زلط باش ادنا ميد نتيفولكي اوهو غان فاستسع نهونش كذا قال المقصود حق الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين هان ربي ولا يتقبل الاعمال بلا حلم متقين بلا حلم موحدين. واللي قال المشرك بالله انا واخا تصدق واخا تزوم واخا الله يدرس واخا الله حوا تجنس هانو لا كيسي قبل ربي والو زون ذكرني اسمو القوت والي مليح عمر عليم تشكد الريح تاوي كله غير تشتت ما نسو لي غاما والو. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اذا المرتبه اللي زوان حتى التقوى يقد التوحيد النيت الانسان كله حمي كان الشرك يسال تعجب حكي غير لك بعد ما رستين دعوا ربي أدور تشرك ربي تبارك وتعالى إنك غنيت بماليون على وانك إن ندعو ربي إنك الحاج تخشن ولكن نفتسع إلى موت تدور تدعو تزران أدور تدعو تشجر تدور تدعو ترقانت أدور تكستيك ميسين حتيني وين دعو ربي ياتي ربي قال الغني ربي قال الشافي ربي قال الملك إذنك يغلطن ولا كي سيدي العشب لا حول ولا قوة إلا بالله ميد نصفي خلانة ترن أرستني الدعو ربي تبارك وتعالى لك خلقن لك ترزاقن ربي تبارك وتعالى اللي دار اليوم الملك الوكال ولا ويغنوان تاجت المخلوق واللي يصلح يصلحو غير نصدار بربي اكديسي سمون حل الجند ماشي تدعو انت كيف هاتي حق الله يحق يعيش ولا كيموت ورزدار كيف تروى مرتبه السنات حتى التقوى قالت المرتبه اللي يمر ربي تبارك وتعالى اي مسلم واللي كشمس الاسلام حتى انتني يمر ربي التقوى توش كدير ربي حتى ظل المواطن حل القران الكريم حتى تسعود البلايص تلاح صورة البقرة تتكل زوار تختلي كل قرن تلاح صورة الحشر اختلي زوار نقصتنا ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والنهاية أنا مؤمن أن نتح الربا أي سفتسع اتقوا الله كن على بان هل نتحرب تربي هل البنك رايكت في الكريديت فاك الكريديت فاك ويا فاك ويا ونحت ما قلت لك قدامنا ربي تبارك وتعالى لك يشتيت حدوين تولي خرت الله وتربحت تختلي قران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما يقال لي معنى التقوى غير حل الآيات يقال أنت تتحل كبائر كل ما يقال لك بائر استفتسع زند ميت زند الكذوب زند الغيبة زند النميمة زند الربانيت زند المخدرات زند سخط الوالدين التعدد في وتجار يعني كل الحاج اللي قال لك كبيرة صغر كبائر أنقسي استفتسع الغش حل ميزان تغشوا الحميزان هني قصغ الكبائر كله غاني استفتزع نقستيتي لما يقال لهم عنا التقوى غيد أن دحتيتي تحصى غائر أباه رو تجلوت لقنك غريكا
أدرت فتا ظليت الجامعة غير هيك أنا أبارو قلت لا والقوة نجمعتي إخوة القوة نتنصى حتى غير أنا قلت ستي تيس في التزاع دات ماغ تاركي حتى وجيت كله ما ركي نسيت تحرب تبارك وتعالى. أكيسنا الإمام أحمد التقوى ترك ما تهوى لما تخشى كله غير يكره الهوانك فاستساع باش يكون يقعوا غير تكسر العذاب بن ربي تبارك وتعالى. ظل الإمام أحمد ملك ساحي شرح التقوى ترك ما تهوى الهوى انك يريك التصات يريك مال يريك اللعب يريك النشاط يريك الافلام المسلسلات يريك التصات السهرات ونيت النفس انك وراك ترى تزليت وراك ترى تقرات القران وراك ترى تصدقت اذا انك انت في التسعه غير اللي ترى نفس انك تابعات غير اللي راك يسنجل قدام ربي تبارك وتعالى راك حتى كنتي الدرجه اللي يمقون حتى التقوى. زندميت نذكر بعض الامثله. الامام احمد رضي الله عنه يقزغ العلماء مقون يقزغ الائمه الاربعه ارتاش كان ميد درس قسن في الامور الدين نسن وانا الدرك كرو سقسين الدين ارياش كيسقس الامام احمد باش يسنا ما يحب ربي تبارك وتعالى ما يحرم توش كدرس يتم غارت تكشم في تكشم الزرع الامام احمد حمز قيد نيس راح سقس حيا وسقسي نيس ما تيغان نيس ودي كي اثرت صوب حتى ضط ارت صوب حتى ضط لقيت ايه دار ولا تريكوات ولا المهم تخدم صدط داري انا يطلنبا ارتخدم حتى شلح ربي لنبا انا تصوب حتى ضد اركي حيوي لقتي تزقون حاجه حنا خير النهار الصباح كملت ليس بعد نطوال اريد تكمل زيت اللمبه ارتصوب حير ربي تضد ضيد ايو كانت تكمل زيت اللمبه ريحه السول خدمح انا قولي حسو زور ولا فوح شو سراق ارتصوب حتى ضد طن حدو انت ما يرد ايز دي حد الزنز حتى ضد طن السوق يحيوي حير ربي تضد طن استين الزنز السوق يولي راستي صغ يزيغ سيس ملح تضط لي صوبح حضو انت ميرت تضط لي صوبح حضو اللمبة شكوتي اللمبة تزرى مزيانة تخدم مزيانة راس تبين تسفى وبهرة اختاني تصوب حو سراق حت ميرت هاتيم اسكدي السماء هاركي حت تسقدة واني حتفت السوق قد تخلط انتات كل شي تضط تاتي تقار تضط ناس يزدي حفتو السوق يساد سبين حوالي ريسغ تضط لي صوبح فضو اللمبة نختلي صوبح حضو انت ميرت عصر ميد ما حاس قسان ما نزير ربي غلاد بو ماتيشا حك دي ماتيشا يزقغني يمقر الحفله الصندوق يقال لك نطوج جوط حيز الدار ما نزيد يغود لي الزنزه الحليب يحي الزكته فناس يفين قيس كراد قرعي ومان يا ولد الحليب راه تيز ان از الحليب الحليبه نرقس والو ومان ما زغود يتخاد هركان التحميره ويتحل يتخرج الزيت العود الزيت لوسيور ما زغود لي سنه الغش حليب 10 صال حميد ما نزاد زر ما فات سقسات مغار طادوت يفلان ونغيلا كرانا كنا وكيس والو بحال بحال في بنادم ها هو زيد تاكي تم غير تقدر تسقسات كسود ربي تبارك وتعالى وترى اتشكشميت الونس كان تيرمت الحرام الناس الامام احمد كمي اللي زنزان يسن اساس وتضط الضغطه اس كان بحال بحال كلشي صحان كلشي كانت المليح هاتي بلا تبينت بلا سنيت هاملنا هاملنا يحديو ربي اختلي الصوب تحضوا اللمبه تصحى تختلي الصوب تحضو انت ما يرجو تصحى يخسر السبيد تم غارت الا قيس الورع تحب ربي تبارك وتعالى ورترى الحاره هو تفوق تمغارت اللي تفوق يسقس الامام احمد اللي سمعت قالت مغارت قال التعجب تم غارت اللي يسقس تبارك الله جن الاسئله شكون ما فاش قسان ميدن تاش كانت مغارت ناكتي الشيحين ربع ايام رمضان ما راه تسكرح وهذه اللي حد ينزح سكح كان نسحوا لوحتين الضوق ديما راه غير المشاكل يدرس ما راه كيسقسع زون الامور هاد غيله الامور التقوى الامور الورع وترقى زيدك راه السنكتي نور دي تروح في حسكر حسك الحرز كران السحور ما راه تسكر ما هادي غير تسكر تسكر تتوب دي ربي تريد ما راه نتيني درويتست كرام ربي تبارك وتعالى. اذا نزل ميد ما فاسقسان انا ساتي قدي ربي يسمى سموخا اخت بشر الحافيد قاول تماسني العالم مقور حب غدا دي سنتلي من احمد الناس نهنكنت اللي حيت سقساني حتى دواقيله تقاغلو تماسني بشر اشكو السؤال ولا قيسقسا ولا قيسقسا ابلا ميد اللي تقن ربي تبارك وتعالى سلم عقول بمعنى الكلمه. اللي ذا حيال المثال يضنين سيدنا عمر بن عبد العزيز غادي قد تنتزغ العلماء مقورن يقزغ الخلفاء الراشدين يقول راح القصر نص اشكن الجنود العسكر انت مازرتي ويند خرج غادي تاوين حذر الدوله يضين باش ادورتي للحرب قريم مسلم من الكفار سرس الخراج اني كنت بلا الي قيس المسك كرا يزران المسك يزران مقر المسك ايرينا تبين باش تفرق في ميد ديال موت فنويتي ساهله نولي ميغا زغل حق النسن غير سرس ندي زران اني كنت بلا
يقنيت سيدنا عمر بن عبد العزيز خرنس يلا فوسنس اللي حقني خرنس انا سمعت سكرت سيدنا عمر بن عبد العزيز اني يسلم سكادي ربي وري قاوينو دلمون في علي قسيلان يقات ريحه النس وري قاوينو راه تكضح هو هامد ليك صدنا ربي تبارك وتعالى هاتي انت قال للخليفه انت قال للرئيس الدوله واني نمسكو لي قاوين سي قاوين كرام الدنيا ضني راه تفرقن يخدامنا وين اسنت نمسك انت الريحه ما حقيس نستفاد هرت نشتا هرت نسا نستفاد هر ريحه النس ارسيس نتحكو يفسنح ولا ود ما ونح ولا الحوايج نح هاك ريحتي فولكيني بنادم سيدنا عمر بن عبد العزيز وري رئيس يقضو يقنين خرنس ناس علاش اني سوري قاوينو ورئيس قضوح ارزرد غير كرينا قلت نحفتا غير السوق اي رئيس كان دار كلام بوتيني ولا كلام بولحمص يبي يضربوها ساعري شتا اني تلوحتيني سيمي ولا الحمص يحايس غير درهم الحمص يشنص لك الروسا يا وي درس درهم هان الحرمه تشتيت يخصك كي الورع انت تيد حنا مسائل الاتساع ادو ديك شمسوح لي قنك بلا الحاج اللي كيحل ربي تبارك وتعالى السكرت ان دحيا لما تلي ضنين سيدنا عبد الله بن المبارك تنتي قزغ العلماء لتيني كان حزامل لي من مالك عبد الله بن المبارك انت يشكاد من خراسان تيميزران اسيا وفلا يعني الشرق اسيا ياش كدار مكه تقريبا كان 4000 كيلومتر وغرس الديوت يسود دار من سرديفتو يشكاد باش يحجو يا وني ما كل العلم شكون يد بكري في تونس الحج باش هاد عبد ربي تبارك وتعالى وين ديما كل العلم وين ديما كل الفائده وين ديما كل الاحاديث باش هاد نفعو المد اشكاو كذا ولا التلفازات ولا القصيد الكتب دروس الحج هاد حتى وين مد الفوائد غير يستك كانت المغرب افتون دالي من ملك الدرس حتى وين الفائده وين الدرس العلم واكش سيدنا عبد الله بن مبارك سيقور الحديث هادي تكتب هادي سوالي الفقيه انت اللي تقيد غاليتين الفقيه تعلم اوا يكمل ناس تكمل ناس الريشه السيلو اللي سيتكتب الريشه اللي سيتكتب تكمل ناس ولا ترزياس يا مزنيت السيلو يا مز القلم داريني قورت امنس يكتب سيسه اللي حيكمل يقد حل حوايج الناس هذه في التوري تسمى جرد الناس 4000 كيلومتر من مكه ارخراسان عرفتو السيد اللي ضيد دوزال يعني يقدر شهور عليك باش اديك يعني يقدر لك 6 شهور 7 شهور باش اني لك مديك مينس الا كان سيدنا عبد الله بن مبارك تيك مينس يسرس الحوايج الناس غير رزمي ربي الشواك شنو صار يتقلب يا في الريشه اللي يا في القلم اللي يوم صدر غنح مكه انني تيت مغارت نسمو الحوايجينو يسمو الحوايج الناس يوجد دار من سي السدو ادى حتى الزلنا المكه اللي حي في السيد القلم من سينيس هاكي ربي القلم لك سامح حياتي تحي وحديدي وها الاسلام الزند غدر كي شحتي غير عندك زند غدر راك يا ويدنك ما يمكنش حكوا غير تقول المتقين حبان ربي تبارك وتعالى واحد يستعملت استعملت الدين السنه القران حبان ربي تبارك وتعالى ولا انت في زند غيدك اكش كان حاج اللي كانتي غرادنك غيد كان كنزغوا علماء السلف زمد لي زوار حتى الزمانات لا نمد الحمد لله لحتى التقوى لا نمد لحل الوراء لا نمد لورا الحرام يخص كي هاتك زقيت الدرس انت اش كتمون ديز تعرف ديز تمون ديز كان ينسيد نسنت الى المثال ينسيد نسنت كان بدا كل نح انت يخدم الدوله او يقر بيته اللي خصها ما يتزداد او يفتي وجد الدوسي باش يمن الكريدي ديال البنكه وكان الكريدي ديال البنكه هاني قريبه ها النقطة العلماء كلوتن ركت في البنكه مليون 3.40 الشهر تمطل زايدنا في لاك الشهر تمطل زايدنا في لاك يعني الربا سكنك الفاسيليتي دكيس سكنك غايه المهم القرض انا كلوت راك تصاني الحرب ربي تبارك وتعالى اللهم تغمد حلكري الحياه كلوت تموت تما قرت نضرب ربي تبارك ولا وعلات نقيت ولا دات سكرت الكريدي باش تسغديات البيت يات البيت يحت سكرت الربا انت ما قد ربي تبارك وتعالى وديك يطلع معصيه باهي قلت يوم القيامه واللي شتا الربا اي تبزق وحلي قلنا سالك حلا واش الصندوق يحرى البيت دار الطار وريت الزاري بيت ها احلي قلنا سالي تقا زند البيت وري الزاري بيت دور الزاري في التور الزاري تحرك علاش يعمر احلي قلنا الصحراء واد انت اللي يسكر الكريدي للبنكه وري السن يوجد الدوسي شكون تيخدم الدوله رئيس في الكريدي من صباح او اما كرد يا ورقاز الزغميد اللي كسودنا ربي تبارك وتعالى اللي تيتقان الناس اوديها الكريدي اللي رطم سهلوا لي فولكي هان الخير هذا حرم هان سيدي رسول الله راه كيتيني درهم من الربا تلقاو كار 36 زنيه هان درهم من الربا حنا ميزاني درعا والناي زنين 36 مره دري باي قال حربنا ربي تبارك وتعالى فاستسع واخا راك كتكروت تا
تلبيت صبرت تماغ تهنى ربي تبارك وتعالى هذا ذاك سكرت غرست أدورت قمت حرحة من ربي تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنى ربي تبارك وتعالى انترك يرزق أمسكت غرست أو السيد ليس في الجماعات يقتنع سيس يفتو تدقوا تسقمي درمس يجمع دي سيناسة والدين كاتي الكريدي اللي ورد سكرح أتي غني حرم صحيح السيد هما سينا أو ما استنتت تقاتم غارتي حبان ربي عقل نيس صافي خير النيحي حرم فاستساع غني حقس للمشاكل اللي غيرك ربي فاستساع صبرت هذاك السر ربي تبارك وتعالى ما يفنه ونشكان نيس يوفت فتوتا تزرت أدقال نقمك درسني ودقال سينا حد البيضة نيس سير زرت كيس اللي فينا 10 مليون كل شهر راسك كاتي ميكي ميكس بداك انا البقعات ارجع حديثه على ربي يفتو السيد لي اي بيتا ولك الكار يا مزغارس عطي البنك تلا غير حمين دقمي انا كيسر الدوسي وين 26 مليون يزغ من صباح واني تغرس الحلال قيس الامتحان الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين تغرس الحلال هكا تتقى ها البنك يمين تقمي راه فوق فاسن الدوسي يا ويد 26 مليون نسغ البارت ما يفتو يزغ إيرا الحلال يا وسيرا قمص المحطة دالك إيران ديكورتين الزحام تم استغرس ضيين يفتو السيد ليه بيت توريق الكار السودار يفتو يفوق ضيدي سبحان حدا البيضة يفوق من أكادير إليكم دا السيد لي سنفا قالت لكم تدقوا تجمع الناس ودي حماس دوشكي حماس دوشكي حماس دوشكي ريحين 10 مليون اي تفت الكريدي اتوري حكا دام صحك كريدي البنكه كولا جراك كا 50 الف ريال هذاك تكمل السيده الحاجه انت لاباس درس الحمد لله ورتي خصها والو اوين نسير 15 يوم تريد هالي بتي لا يضني الداحي مزكاره الداحي تزال يريد عاد يقل يسيقد الغرض ولا يريد السيد لي يكشم السكمينس زريان 12 يوم ولا 13 يسول السيس في الناس اش كيدير ربي هلا من اللي في توصيتي توجد غرش كي يا مصدع غرس يفتو ارض الله بيديك شم دار السيد لي سنفا يستر الزمكلي الشنمكلي يا سيد غوان تلميكات يسس حق الطبره الناس ربي ها 26 مليون في حق في سبيل الله اي دور ترى تبولو عاون حكسيس فود من ربي تبارك وتعالى اللي حوت ريت الحرام هانك ان شاء الله راك عاون 26 مليون باش تسكر تاكي سكران تزغت باش تعيش تاكي الحياه انك تكت على خير يريد السيد ياود الامانه اللي يسغتي قمي الحمد لله ايتها هذه الطفه ديال التروان سقميان على خير وركي هان ربي تبارك وتعالى وركي خيب حيد الحرام في اتساع القارو في اتساع الشراب في اتساع الكذب في اتساع النميمه في اتساع الغيبه هان ربي تبارك وتعالى راه داك سكرت غرست حقي وكان يسكرك تغرست حتى حد البحر اجلس تسكر سيدنا موسى عليه السلام ايتين ربي تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هان ون يتق ربي تبارك وتعالى ورتي خيب ربي تبارك وتعالى. اما الفضائل التقوى الثمره نس حدني تولى لخرت ان ربي تبارك وتعالى رتيني فان الله يحب المتقين ان ربي تبارك وتعالى يحت التقى تمستغرس نس ارتسكات غالي سنا تيتيتن في غالي سحرم هن راك يحبو ضحك حب ربي تبارك وتعالى راك حب بنت الملائكه ضحك حب بنت الملائكه راك كل حب مد الصالحين اللي نقي وكال راه غامات دكتا مؤمن شهدناك مد سلخير اش كنت تقوى مستيقان انت تتحل حرام تسكرت الحلال هكي سنة ابن عاشير وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذات نال اتزلت ارتزمت ارتحجت تم استغرصنا ربي تبارك وتعالى دواني اتقن ربي تبارك وتعالى ولا التخيب التي نربي القرآن الكريم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هن واني اتقن ربي الرسالة لربي تبارك وتعالى ما يصدرنا كحار بحديك الله ربي ما يصدرنا فلك يتعدو يحتلي تحل حيمان ربي تبارك وتعالى أن ربي تبارك وتعالى أنت كي تحمون أنت فلك يتحفظ أنت كي تعاون ورك يخيب ربي تبارك وتعالى ونش كنت أيت ما دي استماع أثنت طلب ربي تبارك وتعالى أكل إن شاء الله زغنو زغ أهل التقوى زغ أهل الإيمان زغ أهل الإسلام ضرب ربي سبحانه وتعالى هذا حين فعو سونش كان لنا ضرب ربي سبحانه وتعالى دا يصلح يصلح تروان يصلح تمغارين نح يرحمه الدرح ولا لجدد نح ولا لشيخ نح ولا ما يحس غران ولا ما يحس علم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل إنسان
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.